تعيش العاصمة السورية دمشق أجواء الأعياد على الرغم من الظروف السياسية والأمنية الراهنة، فأطفال دمشق الذين اعتادوا أصوات القنابل والصواريخ باتوا اليوم يعيشون واقعا تستحقه طفولتهم ومستقبلهم. ها هي أجواء عيد الأضحى تعود من جديد لشوارع العاصمة دمشق. ازدحام ملحوظ في الحدائق والأماكن العامة، عروض للأطفال وألعاب السيرك كنوع من الجهود لنشر الفرح بين المواطنين. عملنا السيرك بالعيد بأسعار رمزية من شان كل فئات المجتمع تفوت على السيرك والولد ينبسط، والحمد لله في إقبال منيح على السيرك. نحن فتحنا السيرك هون بعيد الأضحى المبارك والحمد لله في إقبال، وفي هدفنا هو رسم البسمة للأطفال وزرعها بقلوبهم. هؤلاء الأطفال الذين كانت أصواتهم أقوى من أصوات الحرب والمدافع، معبرين عن إصرارهم وتمسكهم بالحياة وحقهم في العيش بعد 8 سنوات من الحرب. جاي أنا ورفقاتي على العيد وكثير مبسوطين، الأجواء كثير حلوة، الجو حلو كثير ومبسوطين كثير، وكل عيد بيجي أحلى من الثاني. جايين هون نبسط بالعيد وجايبين الأولاد معنا. جاي بالعيلة وجاي عيد أنا وياهم ونبسط. هدى فتاة حاولت رسم الابتسامة على وجوه الأطفال بطريقة مختلفة وبألوان متعددة. العالم عم تزداد عنا، كل ماله عم يصير عنا بسمة أكثر، حطينا نحن نقطة كثير مهمة هون للأطفال، الرسم على الوش وبأسعار رمزية جدا. في أي حال جئت يا عيد هذه المرة، جاء حاملا الفرح والسلام لسوريا على خلاف كل المرات، لعله يكون بردا وسلاما لكل سوريا في الأيام المقبلة.